أعزائي المشاهدين، علم آخر من أعلام العراق، ذلك هو الطبيب الموسوعي عبد اللطيف موفق الدين البغدادي. اخترنا في هذه الحلقة أن نتكلم عنه ليس بحسبانه طبيبا فحسب، وإلا فما أكثر الأطباء في ذلك العصر العظيم، العصر الثالث، يعني أواخر عصر الدولة العباسية، وفي يعني ذلك عصر يعني كانت بغداد مقصدا لكثير من طلبة العلم، لا سيما من أهل الطب منهم. لكننا اخترنا أن نتكلم عنه لصفات مختلفة أخرى. كان الرجل طبيبا ولكنه كان موسوعيا أيضا، تعددت مواهبه وتعددت اختصاصاته إلى حد كبير. نعم، كان الأطباء يدرسون، عادة يدرسون إلى جانب الطب، يدرسون الفلسفة، لا سيما علم المنطق من علوم الفلسفة، لاعتقادهم، وهو اعتقاد لا بأس به، أن كل شيء من العلم ينبني على أساس المنطق، يعني هناك علاقة منطقية بين الأشياء، فدرسوا المنطق إلى جانب الطب. ولكن هذا الرجل عبد اللطيف البغدادي كان موسوعيا، تجاوز حتى هذا القدر من العلم، كان نحويا حتى ظن أنه عالم بالنحو، مع أن هذا كان واحدا من العلوم الذي عرفها أو تعلمها أو علمها أيضا. كان نحويا، لغويا، محدثا، مؤرخا، أديبا، آثاريا إذا جاز التعبير، في عصر لم يكن ثمة علم يعرف بعلم الآثار، كان له اهتمامه بعلم الآثار وأفكاره وملاحظاته في هذا المجال. كان جغرافيا، هذا الرجل غريب، يعني حقيقة جمع في نفسه كل هذه العلوم وأتقنها جميعا، وواضح أنه كان يتمتع بذكاء عال وقدرة عجيبة على الحفظ، فكان يحفظ بسرعة ويتعلم بسرعة ويفهم أيضا بسرعة، وبالتالي شق طريقه في كل من هذه المجالات. عبد اللطيف البغدادي ولد في بغداد من أسرة مثقفة، لكن ثقافتها كانت يعني في مجال علم الحديث، ويعني العلوم الأخرى القريبة، القراءات القرآنية وعلم الحديث. وكان توجيه الطلبة في ذلك الوقت لدراسة القراءات القرآنية هو فيه تقويم للسانهم، لأن يدرس الطالب ويحفظ القرآن الكريم وهو ما زال غضباً في سنوات دراسته الأولى، فيتعلم يعني صيانة لسانه من الآفات كما يقول أهل هذا الاختصاص، يعني يقوم لسانه ويقوي لغته. فدرس هذه العلوم ثم بدأ يتخصص في علوم اللغة، لا سيما النحو وغيرها، وبعد ذلك بدأ يعني يتعلم أو يدرس الطب. وطبعا دراسة الطب هنا لا تكون دراسة نظرية يعني يقرأ الكتب فحسب، وإنما دراسة الطب كان يقصد بها المستشفيات الكبيرة التي كانت في ذلك العصر في بغداد. يدرس الطب على طريق بالطريقة السريرية، يعني يتتلمذ على يد العلماء أو الأطباء وهم وقوف على أسرة مرضاهم، يسجل الملاحظات إلى غير ذلك. كل هذا بز به أقرانه، حتى أنه وصل يعني وهو شاب إلى مرحلة ضاقت نفسه بأسباب العلم في بغداد، يعني قال لم يبقى ثمة عالم إلا درست على يديه، لم يبقى ثمة علم إلا تخصصت فيه، فطمحت نفسه إلى أن يقصد مراكز علمية أخرى ليدرس ما لم يستطع دراسته في مدينته، فقصد الموصل، وهناك درس على يد العالم الكمال بن يونس، وعرضت عليه مناصب عدة، كان يعني معروفا وأصبح مشهورا بعلمه وثقافته، فعرضت عليه مناصب عدة لكنه أباها جميعا، وفضل أن يعمل مدرسا في بعض مدارس الموصل، إيمانا منه بأن العلم
يعني جدير بأن يفرغ الإنسان نفسه له. وكان في ذلك العصر كان العلم يقصد لشرفه، يعني ليس طلبا لمال أو كذا، وإن كان هذا أيضا مطلوبا لأن تستمر حياة العالم وكذا، ولكن العلم فضلا عن الجانب المادي كان يطلب لشرفه، يعني لعلوه. فتفرغ للتدريس هناك، ثم قصد دمشق ودرس هناك، وقصد القاهرة، وأقام في كل مدينة يدرس ويدرس ويأخذ العلم ويعطيه. كان شأن العالم في ذلك الوقت أن لا يكتفي بما حصله من علم، أينما يوجد كان يطلب العلم ممن يجده من العلماء، يعني لا يستنكف العالم أن يستمر دارسا باحثا حتى وإن بلغ مبلغا كبيرا من العلم. على وفقا للحديث الشريف، أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. فمضى يدرس وتزيد معارفه ويدرس، ووصل إلى القاهرة وبقي هناك يعني فترة، وكتب كتابا مهما في يعني وصف فيه أحوال مصر المختلفة مما سنتحدث عنه ربما بعد لحظات. عبد اللطيف البغدادي حقيقة كان يعني ليس طبيبا فحسب، وإنما كان مؤلفا في الطب ومشجعا على دراسته. كان يعني يهتم بتدريس الطب، بتشجيع الطب، بتشجيع الشباب على دراسة الطب، فضلا عن تشجيعه إياهم على دراسة العلم. حتى كان يقول أن كل دقيقة تمضي يجب على الإنسان أن يقضيها متعلما، كل دقيقة مهما بلغ من العمر، فإن لم يعني يقضيها في طلب العلم فيقضيها في التقرب إلى الله. المهم كل دقيقة يستفيد منها، لا، ولذلك هو لم يلعب مع أترابه ولم يقضي وقته لاهيا، يعني كان كل دقيقة من حياته يقضيها أما في طلب العلم أو في عبادة. وطلب العلم كان يعني يجعله منكبا على الورق، أم يسجل ويكتب ويسجل ملاحظات إلى غير ذلك، كان يحسن الإفادة من وقته. رحل إلى القدس وهناك درس في المسجد الأقصى، توجه إلى دمشق وهناك درس في جامعها الأموي وفي مدارس أخرى. كان يعني حينما يتوجه إلى مدينة ما فور وصوله يبدأ بالبحث والدرس والتطبيب، لأن كان الناس يقصدونه بحثاً عن علاج وعن شفاء. لم يكتفي بهذا، وإنما قصد بلاد الروم، وبلاد الروم يقصد بها الأناضول أو تركيا الحالية. قصد مدن بلاد الروم، وهناك أيضا أخذ العلم وعلمه. كان يقصد المدن حيثما سمع بأن في إقامته فيها فائدة يمكن أن يحصل عليها أو أن يفيدها إلى غيره. فتجول في بلاد الروم في كذا من مدنها، ثم عاد إلى دمشق، ثم خطر له أن يحج، فذهب إلى لأداء المناسك، ثم عاد على الطريق العراقي يعني من الحجاز إلى العراق، ويبدو أنه يعني لحقه تعب أو شيء من هذا. وحينما وصل إلى بغداد بعد حين قليل توفي ودفن في المقبرة الوردية، والمقبرة الوردية هي مقبرة الشيخ عمر السهروردي الكائنة قرب شارع الشيخ عمر كما هو معلوم في شرق بغداد. وبذلك انتهت حياة هذا الرجل، لكن حياته العلمية لم تنتهي، لأن مؤلفاته الكثيرة استمرت تمثل المعين المهم للعلماء والآخرين، يعني وللجغرافيين وغيرهم، تمثل المعين الأساس الذي نهلوا منه وأفادوا في مؤلفاتهم. كان
ضوع ثقافته غير محصور في مجال معين، مؤلفاته نشرت علمه لقرون تالية. وربما كان من أبرز مؤلفاته التي يحسن أن نشير إليها الآن كتابه الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بمصر. هذا الكتاب ألفه خلال وقت قصير أثناء إقامته في مصر، والكتاب غريب في منهجه لأنه لم يقتصر على علم بذاته، إنما سجل مشاهداته في مصر. ولفتت نظره الآثار المصرية، ومن هنا قلنا أنه ربما يمكن أن نعده ضمن الرعيل الأول من المهتمين بعلم الآثار. طبعا علم الآثار لم يكن موجودا بكيانه المعروف اليوم، لكن سجل اهتمامه بعلم الآثار وقضى وقتا يتفحص الآثار المصرية القديمة ويتأمل الكتابة المجهولة غير المعروفة في زمانه، وهو ما نعرفه اليوم بالكتابة الهيروغليفية. وتأمل حتى أنه كلف شخصا أعطاه أجرا، قال له اصعد الهرم وانظر كم يبلغ ارتفاعه. سجل ملاحظات آثارية وأوصاف دقيقة ومستوعبة لجانب ربما لم يعني يلقى اهتمام كثيرين ممن زاروا القاهرة وزاروا مصر. هؤلاء كانوا يتفرجون ويمضون، لكنه هو سجل وكلف غيره بأن يسجل له هذه المعلومات. فربما يعني هذا كان جانب ريادي في سيرته العلمية، كما أنه اهتم بجوانب بلدانية أخرى، يعني وصف حتى المقابر، وصف المدن إلى غير ذلك في مصر. المهم في الجانب الطبي أنه كان جريئا في طرحه في معرفته الطبية. صحح ولم يكن يتردد أن يعلن عن أن الطبيب الفلاني العالم الشهير أخطأ في كذا إذا ما تبين له صحة ما توصل إليه. مثلا كان الأطباء يعني قد استقروا على احترام آراء الطبيب اليوناني الشهير جالين أو جالينوس كما تعرفه المصادر الطبية العربية، ويعدون يعني آراءه يعدونها مقدسة، يعني لا يأتيها باطل من الناحية التشريحية أو غير ذلك. لكنه أعلن بعد أن تفحص عددا كبيرا من جماجم من الموتى في مقبرة أبو صير في مصر، شرح هذه وكانت يعني رمم قد بليت، فاستطاع أن يتفحص العظام وغير ذلك، وتوصل إلى أن ما قاله جالينوس في أن للفك مفصلين قطعتين يعني لهما مفصل، تبين له أن هذا القول لا يقوم على أساس صحيح، وأنما الفك من قطعة واحدة. ولم يكتفي بذلك، يعني كلف آخرين بأن يفحصوا ما هو فحصه حتى يتأكد من آخرين صحة ما توصل إليه. من رياداته مثلا أنه، وهذا دليل يعني دليل آخر على الملاحظات السريرية المهمة التي سجلها، لاحظ الأعراض السريرية التي تبدو على مريض السكر. لم تكن هذه الأعراض معروفة على النحو الذي هو لاحظه. لاحظ هناك مريض السكر يعاني من أعراض مختلفة فسجلها، وكان الرائد في تطور المعرفة الطبية بهذا المرض الوبيل. توصل إلى أشياء كثيرة غير مسبوق بها. تحدوه إلى ذلك يعني جرأته وشجاعته العلمية، يعني حتى أنه انتقد ابن سينا انتقادا مرا، قال هذا الرجل على علمه لكنه يعتمد المعرفة النظرية في كثير مما ذكره، والفحص التجريبي يعني يخالف ما ذكره، لم يجد حرجا من أن
ينتقد أن ينتقد أستاذا كبيرا وعالما وطبيبا عظيما كابن سينا، بل رد عليه بكلام علمي مبني على أساس التجربة. كانت التجربة ديدنه ومنهجه في دراسة كتب الأقدمين، يقف عندها ويقارنها بما يتحصل لديه من تجربة ومن ملاحظة، بل كان لا يتردد في أن يزور المقابر القديمة كما ذكرنا، يعني ويعني يتفحص الرمم البالية والهياكل العظمية ليصحح ما كتبه الأطباء الأقدمون في مجال التشريح أو في مجال يعني العظام والهيكل العظمي وغير ذلك مما يمكن تصحيحه إذا ما قورنت تلك المعلومات على الهياكل الكثيرة التي وجدها في المقابر المصرية القديمة. عبد اللطيف البغدادي قضى من حياته 45 سنة وهو يتجول في أقطار العالم الإسلامي، وربما اختلف في ذلك مع كثير من أطباء بغداد الذين كانوا يعني نعم يقومون بجولات خارج العراق، ولكنهم يعودون بعد حين إلى بغداد، ذلك أن بغداد كانت تمثل الأكاديمية الكبرى في دراسة الطب وفي دراسة العلوم الأخرى. ولكن عبد اللطيف البغدادي فضل أن يذهب إلى العلم في كل مكان، وفضل أن يعني يقصد العلماء حيثما كانوا، وبالتالي وجدناه يعني يقضي أكثر حياته 45 سنة من حياته وهو ينتقل من هذا المستشفى إلى ذاك، ويلتقي بهذا العالم أو ذاك، ويتحاور مع أطباء عصره ويأخذ منهم، وربما أفادهم فيما توصل إليه. كان طبيبا كما نقول اليوم، الطبيب يعني لا يكون طبيبا حاذقا إلا إذا قضى دورات أو التقى في مؤتمرات بالعلماء الآخرين، يعني لا يكون طبيبا حاذقا إذا ما اكتفى بالتخرج من الكلية الطبية، وإنما هو يحذق بلقائه بأمثاله من الأطباء المتخصصين في مؤتمرات وحلقات علمية كثيرة، وربما يعني في دورات في هذا البلد أو ذاك. كذلك عبد اللطيف البغدادي لم يكتفي، رغم المستوى العلمي لبغداد في علم الطب، لم يكتفي بموارد العلم فيها، وإنما مضى إلى كل طبيب حاذق في كل مدينة بلغه أن فيها طبا وفيها مستشفى وفيها علم وطبيب، ذهب إلى تلك الأماكن وشجع في إقاماته هذا الشباب على دراسة الطب وعلى التبحر فيه، وعلمهم، وهذا هو المهم أيضا، كيف يثورون على ما هو موروث من تقاليد طبية بالية وآراء يعني لم تعد تواكب عصره، يعني لم تعد تواكب المكتشفات التي توصل إليها والتي تصحح ما ورد في تلك الكتب، رغم أهميتها ورغم أن الناس كانوا يعتبرونها قوانين لا يمكن أن تنقض، لكنه نقض ما وجده يعني يختلف عن نتائج تجاربه ومشاهداته، هذا فضلا عن أنه كان له معارفه الأخرى، كتب أشياء مهمة في خارج نطاق الطب، لا سيما كما ذكرنا في مجال وصفه للآثار وللمعالم القديمة، مما ربما خلق حسا بأهمية هذه الآثار. تصوروا أنه ختم كتابه في وصف مصر بالدعوة إلى الاهتمام بالآثار، هذه دعوة مبكرة حقيقة تماما إلى الاهتمام بهذه الآثار لأهميتها ولفائدتها للباحثين. أعزائي المشاهدين، إلى حديث آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.